السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان، ركزوا معي شوية. قبل 5 سنوات أو 4 سنوات من اليوم أنا صورت لهذه الشجرة، كانت صغيرة في هذا المستوى. كان الفيديو طريقة التعرف على البيدام أو اللوز الاستوائي، إن كان لون الأصفر أو الأحمر من مجرد ورقة. راح إن شاء الله أنزلكم الفيديو السابق في الوصف وشوفوا. راح أكدكم اليوم إن معلوماتي جدا صحيحة، وفي بعض الأخوة قالوا إنه معلوماتك كانت مغلوطة أو غلط، إنه ماشي منه أو إنه مثل غير صحيح. زين، وسبحان الله هذه السنة أول مرة تثمر. زين، وطبعا هذا الثمار بعدها لساتها خضراء، وفي ثمار صفراء في السطح فوق، وانا ان شاء الله راح اطلع من هذا المكان. زين، وراح اصور لكم باذن الله تعالى لنتاكد انه كانت معلوماتي جدا صحيحه. وطبعا الفيديو السابق راح انزلكم اياه في الوصف باذن الله، وشوفوه واعطونا رايكم وحطوا لايك. واللي ما مشترك بالقناه في فيديوهات جدا جدا قويه وجدا حلوه وراح تستفيدوا لكم وللجميع. بعد ما طلعت في السطح وهذه المجموعة الخضر جدا جدا ممتاز، في بداية الأمر راح أعرفكم طريقة احنا كيف نعرف البيدام أو اللوز الاستوائي، إن كانت هذه لون أصفر أو أحمر. حتى لو كانت شتلات صغيرة يتم عملية قلب الورق مثل هذه ونرى بها نقاط. إذا كانت صفراء تأكدوا إنها هذه النقاط، تأكدوا إنها اللوز هذا لون أصفر. وإذا كانت النقاط حمراء وبها حمراء يعني واضحة، تأكدوا أن اللوز أو البيدام تكون أحمر. عموما يا أخوان، هذه مثل ما خبرتكم سابقا طلعت لون أصفر، وهذا للتأكيد. ما شاء الله تبارك الله، لاحظوا كيف. وهذا في الجانب الآخر، شوفوا كيف، هذه اللوز الأصفر. والجميل الجميل الجميل انه بعض اللوز او البيدام الاصفر من داخل احمر، ولكن هذه المره او هذا البيدام اللي تشوفوها الحين من الخارج اصفر ومن الداخل اصفر، يعني من ألذ اللوز او البيدام اللي تشوفوه، لذيذ جدا سكري بمعنى الكلمه. ما شاء الله تبارك الله. هذه بعض المعلومات البسيطه عن البيدام او اللوز الاستوائي. طبعا هذه شوفوا كيف من الخارج اصفر، طبعا هذه خربانة، من داخل ابيض او اصفر. هذه بعض المعلومات البسيطة عن التعرف عن اللوز او البيدام ان كانت اصفر او احمر. يحفظكم الله ويرعاكم.